بفردين او ثلاثه كان كل هدفهم تنميه الطفل في المناطق المهمشه. بمجرد الفكره ما بدات تظهر بدا يبقى في كوادر كتير وناس كتير تنتمي لنفس المجموعه، مجموعه توتوت. عمل تطوعي كامل، شغل غير ربحي تماما، عدد كبير جدا من المجموعات الصحفيه المهتمه بتصنيف المواطن البحراوي عموما والاطفال بعد كده. المجموعه بدات بعدد قليل جدا من الافراد اللي شكلوا مجموعه توتوت، ما عندهمش في دراستهم او في مجال شغلهم اي حاجه خاصه بالاطفال، لكن كل هواياتهم وانتمائهم كان لتنميه الطفل، بالذات في المناطق المهمشه اللي الطفل فيها ما عندوش نفس الامكانيات اللي ممكن تكون موجوده عند طفل مدني. بعد ما بدات الفكره تظهر شويه بدا يكون في كوادر كتير تنضم للفكره، وبدا يكون في ناس اصلا بتهتم وبتشتغل في مجال الطفوله. عملوا طفره قويه جدا في مجموعه توتوت، وبدا يبقى فيها مجموعه كبيره جدا من الافكار والثقافات المتعدده والمختلفه. كان فيها قسم قوي جدا للعلوم الفيزيائيه والعلوم الجيولوجيه. المشاكل اللي بتقابلنا وجود مكان. في البدايه خالص لما بدانا ننفذ الفكره بدانا ننفذها في جمعيه اسمها جمعيه الدكتور عبد الوهاب المسيري. لكن طبعا الجمعيه ثقافيه جدا فكان فيها كتب كتير وحاجات كتير، فبدات وجود اطفال فيها غير مناسب. طلعنا من الجمعيه رحنا نشوف مكان تاني ممكن ان احنا نبدا نشتغل فيه، فرحنا لمكان المفروض انه تابع الحكومه اسمه مركز الابداع، لكن للاسف مركز الابداع بيدار بروتين شديد جدا وعقم في التفكير، مفيش حاجه ممكن تساع اطفال في عمل غير ربحي. ضفنا بعد كده جزء كبير كان المختص بالهاند كرافت والاعمال اليدويه والارت اكتيفيتي المخصصه بتنميه المهارات البسيطه اللي ممكن الطفل ما يكونش عارف انها جواه. كانت الفكره كلها ان احنا ندخل الطفل يمر على كل الاقسام اللي كانت موجوده، منها طبعا الخط العربي والقصه القصيره والهاند كرافت والموسيقى، كان الناس تضرب على الات موسيقيه زي العود والكمان. خلينا الطفل يعتبر نفسه كانه داخل كليه فيها اقسام كتير، لازم يمر على كل الاقسام لحد ما يبدا هو يعرف هو منتمي لايه او هو ايه اللي هو هينجح فيه. كانت من اهم الافكار اللي احنا قدمناها اعاده التدبير، اعاده تدبير الحاجات اللي ملهاش اي لازمه عندنا مخلفاتنا. عملنا منها فكره حلوه قوي اسمها اللاف بوكس او بريد الحب. بكراتين قديمه عندنا بدانا نجمعها ونخلي شكلها حلو، وطلبنا من كل طفل ان هو يحطها عنده في البيت كوسيله جديده وطريقه جديده ان احنا نعبر بيها عن حبنا. الطريقه دي عملت حاجتين، خلت الطفل يستغل وقت كتير في انه يقعد يكتب جواب او يرسم رسمه او يكتب حكايه يحطها لبابا في قلب الصندوق، او انه يستنى بابا لما يرجع من الشغل يكون حصل له حاجه او يصحى من النوم يلاقي حاجه حلوه موجوده.